جعواني مدرب مساعد مدرب ديال فريق نهضه بركان، كيفاش تطمر استعدادات ديال الفريق البركاني هذه السنه؟ والحمد لله الاستعدادات تمرت في اجواء مزيانه. الموسم بالمناسبه كنشكروا السيد الرئيس اللي وفرنا جميع الظروف باش من اول الحصه التدريبيه والفريق في تربوس. الحمد لله الامور مزيان، ما كانتش انتدابات كبيره، الفريق باقي محافظ على المستوى اللي كانت الموسم الماضي. كاين واحد ثلاثه انتدابات ديال اللاعبين شبان، في نفس الوقت دخلوا معنا لاعبين من بغينا نعطيو واحد ليدونتيتي واحد الشخصيه للفريق نهضه بركان، وان يكونوا كلاعبين من المدينه. والحمد لله هو الهدف ديالنا، وحنا غادي الامور كاع اللي مسطرنا فيها غادي فيها ان شاء الله، وحنا متفائلين بالمستقبل ديال الفريق ان شاء الله. سمو الشومه راضيين على المستوى ديال اللاعبين اللي التشكيله اللي تتوفر على الفريق؟ راضي، انا راضي 100% على المستوى، لان عارف اللعبه بانهم قادين انهم ان شاء الله في استمراريه للنتائج ديال الموسم الماضي. اذا نفس اللاعبين، كاين بعض الانتدابات. كان واحد اللاعب اللي جبناه هو من كوت ديفوار، مازال ما تاقلمش مع اللاعب، لكن الحمد لله انا متفائل 100% ولا خوف على فريق نهضه بركان. شفنا بان اللاعبين لعبوا هذه المقابله بجديه كبيره، وكانهم تيلعبوا شي ماتش ديال البطوله. شفتوا ما عطيتهم تعليمات باش ما يكونش تاعهم؟ احنا بغينا نبداو في هاد اول مباراه في الدوري، بغينا ندخلوا ديك ندخلوا ديك التنافسيه ديال البطوله، وهادشي اللي لح عليه المدرب. والحمد لله النتيجه ما كتهمش في هذه المباراه اكثر ما كتهم الطريقه ديال اللاعب ولونجاجمون ديال اللاعبين. فانا كما لو ان كنا بغينا نلعبوا على النتيجه ما كناش نديروا كاع التغييرات، لان حنا دخلنا لاعبين شبان الوقت كنا منتصرين، درنا ثلاثه اربعه ديال التغييرات باش يتاقلموا مع طريقه اللاعب مع فرق القسم الوطني الاول. لان دابا كاين لاعبين عند 18 17، كاين عند اللاعب اللي عنده 15 اللي عندنا حاليا. اذا ف انا كنقول بان في اوبتيميزم بالنسبه للافنيغ ديال الفريق ان شاء الله. سيمون، ارجعوني حط سعيدكم مع الميادين. شكرا لك. شكرا.